مساء الخير، مستمرين في حلقتنا عن أسرار الذكر. الذكر درجات وأنواع، وربنا وصانا فيه بالكثرة. بنذكر باللسان كتير لحد ما القلب يحس ويستشعر المعاني ويتوصل. اللي ساعدنا على الإحساس بالذكر إننا نفهم معانيه والقصد منه، وده اللي بنعمله الملف ده. بنتكلم عن معاني الأذكار والحكمة منها، ولو تحول الذكر لمنهج حياة فلازم هيتنفذ وعد ربنا بالطمأنينة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر النهاردة بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الإنسان مركب من مشاعر كتيرة قوي، منهم مشاعر أساسية نعرفها زي الحب والخوف والحزن، وفي مشاعر مركبة ومتداخلة وما بنعرفش نميزها قوي. الفكرة إن المشاعر والأحاسيس هي دي اللي بتشكل الإنسان وبتأثر عليه، وممكن تتحكم في قراراته ومصيره. فلو المشاعر ما كانتش متزنة فالإنسان بيأذي نفسه وحياته. لكن أول حاجة نعرفها عن المشاعر إنها فطرة بشرية ربنا أوجدها في الإنسان. في معتقدات غلط اتزرعت فينا وبنربيها في أولادنا: لو انت راجل ما ينفعش تعيط، او بصفة عامة الراجل ما يضعفش ما يخافش، او انت شخص عاقل ما تغضبش، او انت مؤمن بالله ما تحزنش. كل دي معتقدات بنظلم بيها نفسنا وبنكتم مشاعرنا، مشاعر مهمة جدا ربنا اوجدها لحكمة. سيدنا يعقوب فقد بصره من الحزن، يقال 40 سنة وهو نبي، وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو قديم. برغم أنه نبي كان حزين وما تعرضتش نبوته مع بشريته. سيدنا موسى غضب من قومه برغم أنه نبي، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال: بئس ما خلفتموني من بعدي. سيدنا موسى خاف من قومه أن هم يقتلوه، قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. برغم أنه نبي لكنها مشاعر بشرية. سيدة مريم لما ولدت سيدنا عيسى والموقف كان صعب عليها، تواجه ازاي قومها؟ من قلقها اتمنت في لحظة الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. أم سيدنا موسى اتوجعت وقلبها متعلق بابنها برغم انها أم نبي، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أن ربطنا على قلبها. سيدنا أيوب حس بالضرر برغم أن كل اللي أصابه من أقدار الله، وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحزن، الغضب، الخوف، القلق، الضرر، كل دي مشاعر طبيعية نحس بيها، ما تتعارضش أبدا مع الرضا والاستسلام لقضاء الله، ولا هو دليل على الاعتراض. الفرق كبير قوي بين ان شعورك يكون وجع وغضب وحزن بتلجأ بيه لربنا، وبين ان يبقى غضبك وحزنك من ربنا. سيدنا يعقوب في عز وجعه قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله. ايه الحكمة من المشاعر واختلافها؟ الحكمة عظيمة جدا. ربنا له صفات واسماء كتيرة قوي، والعبادة اصلها التعرف على ربنا وصفاته، معرفة حقيقية مش مجرد اسماء بنرددها. فمش هنتعرف على الصفات دي غير لو اتحطينا في شعور ولجأنا لصفة من صفات الله فنستعين بيها ونستعيذ بالله. يعني مثلا ربنا من أسمائه اللطيف عارفينه كاسم عادي، لكن مش هتستوعب معاني اللطف وتستمدها من ربنا غير لما تتوجع فتلجأ له فتحس بألطافه. سيدنا يوسف بعد كل اللي حصل له لخص كل ده في كلمات: إن ربي لطيف لما يشاء. ربنا قال لنا: وأنه هو أضحك وأبكى. فالمشاعر واختلافها دي من سنن الكون اللي ربنا أوجدها. المشاعر اللي ظاهرها سلبية دي الأساس فيها إنها تبقى سبب كبير لقربك من ربنا، مش العكس، لأن وقتها ملكش غيره، فهتلجأ له هو وتستعيذ بيه من الهم والحزن ومن كل شعور سلبي. لكن ده مش هيحصل غير لو اتوجد اليقين. سيدنا يعقوب رغم كل حزنه لكن يقينه بالله فأعلى درجاته: وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقينك إن كل ده برغم قسوته فهو خير بكل تفاصيله، بس أنت موجوع لأنك مهما وصلت لأعلى درجات القوة والصبر والحكمة فأنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. قبلها ربنا قايل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب السؤال: ازاي كل الوجع ده وربنا بيخفف عنك؟ هي حكمة بالغة مش هنستوعبها ازاي بقدراتنا العقلية، بس اللي بيحصل لك ده كله بوجعك بالأقدار اللي مش عارف تتكيف معها ده أنسب تركيبة ليك، لأنه يعلم السر وأخفى. فاليقين بيهون كتير قوي، بيخليك تعرف تلجأ صح لله، وذكر اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل لآخر الذكر
من الأذكار اللي بتحصنك وفيها وصف المشاعر كتير بتحسها ودواها بالاستعانة بالله. من ثمرات الذكر ده لما نذكره بيقين ان برغم الوجع والشعور ايا كان ايه بيخليك تقدر تكمل وبتستمر في رسالتك، وده المشترك بين كل الانبياء، الاستمرارية. وقتها الهم والعجز مش بيقعدوك، الاستعاذة بالله بيقين بتقويك وبتخليك عارف تكمل. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. تحسسوا يعني سعي مش بيقف، مفيش يأس مهما توجد الإحباط والوجع. ونتائج الاستعاذة بالله من كل المشاعر المؤلمة والمنهكة ربنا ذكرها، قال لولا أن ربطنا على قلبها، ربنا هيربط على قلبك. ولا تخافي ولا تحزني، هيطمنك من الخوف والحزن. إن ردوه إليك، هيرد لك اللي فقد الفقد اللي انت فقدته، لكن في أنسب وضع ليك وفي أنسب توقيت. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وده قانون عام ربنا عممه لنا كلنا، هينجيك من الغم بطريقته بس نلجأ له ونستعيذ بيه بيقين. ذكر الاستعاذة من الهم ومن الحزن والعجز والكسل دي من الأذكار المهمة اللي محتاجين نعيش بيها طول الوقت، نحصن بيها نفسنا قبل الشعور ووقت الشعور. هنتكلم بالتفصيل عن أسرار الذكر ومعانيه مع ضيفنا الشيخ أحمد الأزهري من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، مكملين في سلسله حلقاتنا عن اسرار الذكر، وضيفنا النهارده الشيخ احمد الازهري من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ احمد، منورنا وربنا يبارك في حضرتك وفي علمك دايما يا رب. الذكر النهارده بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اول حاجه ايه المقصود بالاستعاذه بالله؟ والحاجة التانية ليه ربنا خصص أو يعني حديث أو الذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخصصت المشاعر دي بعينها؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثل ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا مكان ولا جهة ولا حيز له، سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه. حقيقة هذا الحديث وهذا الدعاء الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الأدعية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عودنا وعلمنا صلوات ربي وتسليماته عليه، عودنا من فعله أنه كان يحافظ على هذا الدعاء، وعلمنا أن نقوله صباحا ومساء، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، يعني لما يعتري الإنسان من الحالة النفسية التي يكون فيها عادة، ما بين هم وحزن وما بين أمور كثيرة ومشاعر متقلبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا أيضا في هذا الحديث لمن قاله، قاله للصحابي سيدنا أبا أمامة. سيدنا أبا أمامة كان ملازما لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان في غير وقت الصلاة، وهذا يدلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يراعي غيره، أنه هذه صفات القائد، أن يكون منتبها لما يدور حوله، مراعيا لمشاعر الذين هم بجانبه والذين هم تحت ريادته وقيادته ونحو ذلك، ويسأل عن أحوالهم
ويبادرهم بالسؤال، فذلك يبعث فيهم الطمأنينة ويعطيهم العلاج صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما رأى سيدنا أبا أمامة يعني عليه شيء من الحزن والكآبة، فقال له: يا أبا أمامة، ما بك؟ ما لي أراك ملازما للمسجد في غير وقت الصلاة؟ إن بشوف في أوقات يعني غير أوقات الصلاة، بالعادة الإنسان يخرج يعمل ونحو ذلك، وفي أوقات الصلاة يكون حاضرا ونحو ذلك. فبدأ يشكو همومه للنبي عليه الصلاة والسلام، فذكر له عن سبب ذلك. قال: يا رسول الله، ديون لازمتني وهموم، يعني هموم كثيرة، وهذه الهموم بسبب الديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له، أعطاه العلاج، قال له: أفلا أعلمك كلمات؟ لو قلتها لأذهب الله عنك ذلك كله، أذهب الله عنك الهم والحزن وما إلى ذلك. قال: ما هي؟ قال: إذا أصبحت فقل، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي رواية عن أنس بن مالك قال: لما قال كان يسمع النبي كثيرا يردد ويقول، وهذا كان في طريقه إلى لما خرج إلى غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فهذه روايات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن النبي كان يحافظ على هذا الدعاء، وكان يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام. ولو نظرنا فيها لرأيناها أن النبي ذكر الأمور، كثير من الأمور الأساسية المثبطة للإنسان، فنلاقي الهم والحزن عادة الأمور التي تحصل، إما شيء حصل أو إما شيء سيحصل. فالشيء الذي حصل معه أمر، فيحصل له الهم والكدر بسبب ذلك، فيحمل الهم مما حصل من النتيجة التي حصلت، أو متوقع حصول شيء سيحصل فيحصل له الحزن، يعني محزون لما هو مقبل عليه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. والفرق بين العجز والكسل أن العجز، الكسل هو الإنسان يكون قادرا على أن يفعل الشيء، ولكنه يعني يحصل عنده يعني مفيش همة، الهمة ضعيفة، فطور، لا يتحرك وما إلى ذلك. فالنبي استعاذ من هذا، حتى في وصف الله للمنافقين في قيامهم إلى الصلاة قال: ولا يقومون إلى الصلاة، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. فلذلك النبي استعاذ. أما العجز هو عدم القدرة على فعل الشيء، فهو يسأل الله المعونة، أن يكون الله معينا له سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن متعلق بحالة الإنسان، بجسد الإنسان، أن يكون جبانا. وفرق بين الجبن وبين الخوف الطبيعي، لذلك يذكر العلماء يقولوا: الأنبياء يستحيل عليهم الجبن. الجبن ده بيقول لك إنسان جبان، ليس الخوف الطبيعي. ما حصل مع سيدنا موسى لما ألقى عصاه تحول الثعبان، فيعني حصل له أنه تحرك قليلا ونحو ذلك، هذا قالوا هذا الخوف الطبيعي، وهذا موجود في الأنبياء لأنه من البشر. وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل، لأن إحنا هناخد النهاردة بإذن الله نماذج المشاعر نطبقها على الأنبياء إزاي حققوا الاتزان فيها. فهنتكلم بالتفصيل. وتستأذن حضرتك ناخد تليفون معانا. أم عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اتفضلي. لحضرتكم الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. انا كنت مكلمه حضرتك يا شيخ، بس انا يعني انا متجوزه بقالي 30 سنه، ويعتبر منفصله عن جوزي بقالي سنتين. نعم. تم انفصال ومش طلاق؟ لا، اخواتي حاولوا يكلموه، اللي يسمع صوته يحطه على قائمة الحظر، اللي يسمع صوته يحطه على قائمة الحظر. يعني هو اللي سايبك ولا انت سايبة البيت ولا الوضع ايه؟ مفهوم الانفصال بالظبط؟ انا اختلفت انا وضرتي. تمام. فانا مشيت وسبت البيت، فهو كل ما يتكلم يقول انا ما مشيتهاش، انا ما خليتهاش سابت البيت. تمام. اللي عايز يجي البيت مفتوح، وانا ما ينفعش اروح تاني البيت، لان انا ضرتي
كانت صعبه معايا جدا. ضرتك عايشه في نفس البيت؟ اه انا وهي يعتبر عايشين في بيت واحد وكده يعني. فانتي مش قادره ترجعي علشان هو متجوز؟ فهي بتتحكم عليا. لا انا وهي عشنا مع بعض شويه بس انا وهي يعني هي بقت تتحكم فيا زياده عن اللزوم. تمام. طيب احنا فاكره يا ام عبد الله لما حضرتك كلمتينا قبل كده من حوالي شهر في الموضوع، بس ايه التطورات الجديده اللي حصلت؟ يعني احنا قلنا ان هتدخلي حد من الطرفين من اهلك او من اهله. اهلي يرنوا عليه يحطهم على قائمه الحظر، انا ارن عليه يحطني على قائمه الحظر. يعني هو مش عايز يرجعك؟ لا مش فليا سلف هو عايز نرجع لوحدي، فليا سلف بيقول لي تعالى روح، قلت له لا دام هو خلاص انا سايبني بقاله كده فما ينفعش ارجع تاني، فانا مش عارفه اعمل ايه والحل ايه. طيب انت يا ام عبد الله عشان علشان خاطر بس عيالي. طيب انت الفكره دلوقتي ان هو شرط شرط انك ترجعي لوحدك من غير تدخل اي حد. أيوة. وانت مش قادره تعملي الخطوه دي؟ لا طبعا ما ينفعش، لان انا ضررت هي يعني معلش يعني في اللفظ هتعمل فيا اكتر من الاول. تمام. لكن في نفس الوقت انت ما فكرتيش ان انت تسيبي الموضوع خالص وتطلبي الطلاق، ولا هو فكر يطلقك؟ فالموضوع متعلق. بصي يعني انا قلت يا جماعه لو هو عايز يطلقني خليه يطلقني، دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لكن انت مش عايزه ده؟ انا يعني انا لو هو ده مثلا خلاص قدامنا بينا وهو خلاص رافض ان انا اروح خلاص يديني حقوقي وكل واحد يروح لحاله. طيب سؤالك ايه بقى بالظبط يا ام عبد الله النهارده؟ انا مش عارفه كده يعني انا محتاره، انا مش عايزه اروح اشتكي في نفس الوقت وانا مش عارفه انا اعمل ايه. طيب يا ام عبد الله احنا هنرد عليكي حاضر، بس عايزين نوضح حاجه ان احنا في النهايه في البرنامج مشايخنا وعلمائنا ربنا يبارك لنا فيهم هم بيقولوا فتاوي مش بيقدموا حلول بعينها، في النهايه كل واحد مسؤول عن اختياراته وقراراته، لان ساعات كتير بيحصل لخبطه يا شيخ احمد بيبقى عايزين نتعلق بالمشايخ. أيوة. قول لي اعمل ايه؟ فهي الفكره انها يعني الله يعينها يا رب تاني مره تتصل، موضوع صعب، كرامتها نقع عليها وهو سايبها بالسنتين وضرتها كانت متدخله في القصة انها مشيتها بشكل ما او تعاملت بشكل ما بطريقة مش كويسة معها، طبعا على كلام على الراوي. الراوي بالضبط كده، على عهدة الراوي، احنا دايما بنأكد على المعنى ده. فهي بتقول دلوقتي ما دخلتش اطرافها ورافض تدخل اي اطراف وعايزها تيجي لوحدها وهي مش قادرة. الحل ايه؟ هو على حسب كلامها وعلى حسب ما ذكرت ان هو مشهاش من البيت، انه هي اللي خرجت من البيت، وبنفس الوقت هو ما عرضش الطلاق ولا عرض ان هو انا مش عايزها ترجع، قال لا، هو كل طلب بيقول لك انه هي طلعت لوحدها من البيت، فزي ما طلعت من البيت وما انتظرتش مثلا انها تتكلم معاه او انه تشوف حلول داخليا الاول، هي تركت البيت وخرجت، خرجت بغير اذنه، خرجت بغير رضاه. يعني كمان عشان تكون الامور واضحه، طالما في بيته ونحو ذلك يبقى لا تخرج من بيته الا باذنه كما علمنا النبي عليه الصلاة. طب ممكن بس اسال حضرتك في حاجه في الجزئيه دي شيخ احمد، دلوقتي لما تكون واحده اتعاملت بطريقه سيئه جدا من ضرتها وجوزها ما دافعش، ده على كلام الراويه، بس هي قالت ان احنا عشنا مع بعض سنين، عشنا وبعدين حصل موقف هي اتظلمت فيه وجاء عليها قوي، فقامت هي غضبت وسابت قالت درءا للمشاكل، فالموقف ده الحل فيه ايه؟ ما هنا لابد لاحد الطرفين ان يخضع وان يتواضع لله عز وجل. لو هنفضل احنا الاثنين انا بقول انه لا انا طلعت من غير اذني وكذا وانا مش هسامح في الموضوع ده ومش هترجع ومش هروح اجيبها وعايزه ترجع، اهلا وسهلا، وهي انا مش عشان كرامتي وانه عشان مش عارف هيستوطوا حيطي بعد كده وما الى ذلك. لا بد وان يحصل التطاوع والتواضع. يعني ايه التواضع والتطاوع؟ التواضع هو ان يسمع كل منا للاخر، ان يتواضع كل منا للاخر وان يسمع له، فمن الزوج ومن الزوجة. وكمان التطاوع أن يتطاوع فيما بينهما على الخير. طالما على حسب كلامها وعلى حسب ما هي ذكرت أنا شايف أن هي حابة ترجع بالضبط، وبنفس الوقت الزوج ما منعش مش حابب يطلق، ما قالش مثلا لا أنا هطلق وأنا مش عايزها والكلام ده كله، قال لا هي حابة زي ما خرجت ترجع على البيت. في بعض الرجال عقليتها بالشكل ده، صح، أنا بقول لك أنا هي زي ما طلعت بنفسها ترجع بنفسها ما طيب. حدش طلع. طب ممكن يعني اقترح حضرتك قول مدى صحته ايه وهل ده يكون رأي حكيم ولا لا؟ هي اللي مسيطر عليها، وده بمناسبة حلقتنا فكرة المشاعر، هي اللي مسيطر عليها ان انا هرجع كأني مزلولة منكسرة
بالبلدي كده مراته التانية هتركبها. ده اللي مخوفها وده اللي مضايقها. لو بدلت الشعور والفكرة دي يا شيخ أحمد إنها راجعة حكمة، راجعة إن هي بتحافظ على بيتها، راجعة بموقف قوة مش موقف ضعف، وتروح مش علشان يركبها ومش هتسمح إن حد يركبها، هي هتحط شروط تفصل بقى في التعامل وما إلى ذلك، بتضح حلول. أنا بدل ما أقعد إن أنا أفكر في النقطة دي زي ما حضرتك قلتي، لا أفكر بقى بإيجابية، بمعنى طيب أنا خليني أفكر في الأمور اللي حصلت كل الفترة اللي فاتت، إزاي أخد منها الموعظة، إزاي إن أنا في الحالة دي أقدر أشوف إيه اللي كان اللي في نظري أنا كنت بعمله ما كانش مطلوب أعمله، أو هم فيه أو هي فهمته ضرتها، بمعنى أصح فهمته بشكل غلط، فهمته بشكل معين، فأبدأ أتدارك هذه الأمور وأتدارك هذه المشاعر وأتعامل يعني زي بقوله بحالة جديدة، نقلب الصفحة القديمة ونبدأ صفحة جديدة وحياة جديدة. سبحان الله. أنا كان والدي ربنا يكرمه ويديله الصحة كان دايما يقول لي على نصيحة، يقول لي ما تاخديش قرار تبقي فاكرة أنك هتعاقبي بيه اللي قدامك وأنت تكوني بتعاقبي نفسك. صحيح. فهي الفكرة، أنت بقالك سنتين فاكرة نفسك بتعاقبيهم وأنت برضو بتعاقبي نفسك، فخلينا بحضور. لا، وكمان هبين في مسألة في حكم شرع احنا قلنا عليه. المرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير رضاه بغير إذنه، هذه في الشرع حكمها أنها امرأة ناشز واقعة في معصية، حتى لو الزوج عاصي وقتها وحتى لو الزوج يعني الأمر ظالمها، الأمر لا يعامل بأمر، يعني بمعنى إلا إذا كان بقى يعني أجبرها على فعل معصية أو على فعل شيء ونحو ذلك. إنما ما دامت تستطيع أن تتدارك الأمر في بيتها فعليها أن تتدارك. ده حتى العلماء قالوا يعني لو أبوها وأمها طلبوا منها الخروج لا تخرج إلا بإذنه ما دام وفر لها السكن وما إلى ذلك والنفق. فهذا ينبغي الانتباه لهذا الأمر، لأنه أحيانا بتحصل في كتير من المشاكل اللي بتحصل ما يسمى بالعناد والندية. صح. أنه أنا وإنت وأنا وإنت، الأمر بين الزوجين ليس فيه أنا وأنت، فيه أنه إحنا الاثنين واحد، أنه إحنا الاثنين كلنا لينا حدود، لينا ضوابط، كلنا بنسير تحت هذه الضوابط وتحت هذه الحدود. فأنا بقول لها تتواضع لله عز وجل، وزي ما حضرتك ذكرتي تشوف طريقة ترجع بيتها، ونفس الوقت اللي هو برضو زي بقوله رأسها مرفوع، تشوف حد حكيم، حد هو بيسمع منه، تقول له أنا عايزك تاخدني توديني البيت مثلا، ويروح يقعد مع زوجها يتكلم معاه، وبنفس الوقت عارف أنه لا يرده وهيسمع كلمته، وله من الحكمة والحنكة والذكاء ما هو معروف به. عند ذلك إن شاء الله ستنصلح الأمور، وهي بقى وهي ببيتها تبدأ أن هي تعمل إيه، ترتب حياتها من جديد، وتبدأ تتعلم من أفكار جديدة ومعاني جديدة، وفعلا نتعلم. هي المواقف دي بتعلمنا إزاي نعرف نتعايش بعد كده. ده بيتك في الأساس ما تخرجيش منه طالما أنت مش متضررة لدرجة أن أنا عايزة أتطلق مثلا، فأنت ارجعي وخدي الخطوة دي وأنت من جواكي حاسة أن أنت قوية مش ضعيفة ولا منكسرة. الشعور ده بجد لو بقى جواكي هينعكس على اللي حواليك. أنا يعني أستسمحك يا أم عبد الله تقولي لنا والتابعينا اتصرفتي إزاي وعملتي ده ولا لأ، أو المستجدات اللي هتحصل ان شاء الله خير. معانا على التليفون استاذه عزه. اهلا وسهلا يا استاذه عزه. استاذه عزه اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذه؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. انا فرحانه قوي ان انا كلمت حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب والله، واحنا فرحانين بوجود حضرتك. ربنا يكرمك. ازي الشيخ احمد عامل ايه؟ الحمد لله فضل من الله. انا بحب البرنامج بتاعكم قوي وبتابعه على طول والله. الله يبارك في حضرتك يا رب، يجازيك خير يا استاذ. الله يخليكوا لينا يا رب. كتر الف بقول لحضرتك يا شيخ، انا يعني مواظبه على الصلاه والعباده وقراءه القران والاذكار، فانا بحس اني كتير عليا قوي، يعني حاسه ان انا عندي طمع في العباده، عايزه افضل اخلص النوافل والفروض وقراءه القران، وليا اذكار وليا مثلا ورد معين. نعم. بس حاسه ان انا بتعب قوي، يعني عندي شغل بيتي، عندي اربع اولاد، الشغل كتير، فانا حاسه بالارهاق والتعب، يعني بنام ببقى تعبانه قوي ما اقدرش اقوم اصلي الفجر، فمش عارفه يعني ده طمع ده حرام ولا حلال ولا ايه، يعني ربنا يكرمك. أيوة. هنرد على حضرتك. حاضر يا استاذه عزه، وربنا يجازيكي كل خير يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي يا رب. شكرا. السؤال واضح. انا
هو بالعكس يعني الإنسان ينبغي أن تكون عنده همة عالية وعنده زي طموح أنه دائما الأعلى فالأعلى، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ولكن إن لكل شيء يعني كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل شيء حق، فأعطي لكل ذي حق حقه. بمعنى هي بعض يعني بعض الناس لا ينتبهون أن الواحد إذا كان في بيته قام على خدمة أبنائه وقام على ترتيب بيته ونحو ذلك. ولما بقول الواحد هنا بقصد به الرجل والمرأة، يعني انه بس علشان ما يفكروش انه لا هي المرأة مش خدامة ومش بس جاية للغسيل، لا يعني هذا الامر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويخدم نفسه ويحلب شاته ويخصف نعله وما الى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر للرجل والمرأة، انه الواحد اذا قام بخدمة اهله، قام على تربية أبنائه، قام على ترتيب البيت وتنظيفه، على إعداد الطعام وما إلى ذلك من هذه الأمور، ينبغي عليه أن يخلص نيته لله. يعني إيه؟ بعض الناس بيفكروا أنه أنا لا، وخاصة النساء الله يجزيهن الخير، تلاقي الواحدة في رمضان مثلا واقفة طول النهار لحد المغرب في المطبخ وبتعمل، وخايفة لحسن يجي ما يلاقيش مش عارف طبق كذا فيعمل كذا. لا، لا تكن نيتك هذه، لا، ينبغي أن تكون النية خالصة لله، أنه أنا أقوم بهذا العمل بخدمة البيت وتربية الأبناء وتنظيف البيت وتسويته وما إلى ذلك، أول شيء طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى، خدمة لهذا الرجل الذي يتعب ويسهر ويعني يأتي لنا بالنفقة ونحن ذلك. نعم، ده حتى أحصل، حتى الواحد مننا العلماء يقولوا إيه، لما الولد يبلغ يصير مكلفا، الولد الذكر أو الأنثى، ما بعد التكليف لا تكون نفقة الولد واجبة على والديه، بس احنا بنبقى لحد ما ندخلهم الجامعات ونخرجهم ونزوجهم وما إلى ذلك. فينبغي على الأب والأم، أنه الناس بيتعودوا، وأنا خلاص تعودنا ما الناس كلها بتعمل كده، لا، أنا ينبغي علي، أنا لما بصرف وبنفق هذا شيء ليس واجبا علي، فأنا أفعل ذلك لله، إحسانا مني لأبنائي، إحسانا مني لزوجتي، إحسانا مني لأهلي، إحسانا مني لمن هم معي وبجواري ومعونة لهم ومساعدة لهم. أتذكر كثير من النوايا الصالحة حتى أثاب على هذا العمل، فيبقى فهي كل العمل يبقى عبادة. أيوة، يبقى هي هنا بالظن أنه بس العبادة أن أنا أقوم أدي بعض النوافل أو أصلي بالليل أو أقرأ شيء من القرآن أو الذكر ونحو ذلك، وهذا أمر حسن. كذلك خدمتك في البيت مع إخلاص قنية لله، خدمتك للأولاد والقيام على شؤونهن وشؤون الزوج وما إلى ذلك مع إخلاص النية لله تبارك وتعالى، هذا فيه عبادة لله تبارك وتعالى، ولك بهذا العمل ثواب عند الله تبارك وتعالى. والنبي علمنا كمان، قال له لما ذات مرة دخل المسجد فوجد حبلا بين ساريتين، عمودين في المسجد وفي حبل بالنص، فسأل النبي لمن هذا؟ قالوا هذا لزينب زوجته، إنها تقوم بالليل فإذا تعبت تعلقت به، كانت بتقوم تصلي بالليل ولما تحس بتعب تعمل إيه؟ علشان ما تنعس وما تنامش فتتعلق بهذا الحبل. فالنبي قال أزيلوه ليصلي أحدكم نشاطه، وبين لنا إن هذا الدين عميق فأوغل فيه برفق. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. وإن قلت هي الفكرة، وكله تحت يعني قانون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي تعدد النوايا الصالحة في الأعمال التي تقوم بها، من سواء بقى صلاة، من قراءة قرآن، من ذكر ونحو ذلك، ومن خدمة في البيت وما إلى ذلك. فإذا عددت هذه النوايا كانت يعني بالغيب لو نظرنا هتلاقي حياتها كلها هي لله تبارك وتعالى بإذن الله. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد. هستأذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. شيخ احمد اتكلمنا عن ذكر مهم جدا، وحضرتك اتكلمت ايه الحكمه من المشاعر دي بالذات، ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا نستعيذ بيها، وقلنا الاستعاذه هي الاستعانه بالله، وكان اخر جزء غلبه الدين وقهر الرجال. المقصود بقهر الرجال قبل ما ندخل في الامثله، هو
يعني لما ذكرنا ان الهم والحزن ونحو ذلك والجبن والبخل، الجبن والبخل، الجبن متعلق بان يعني بامر النفس، والبخل متعلق بامر الاموال وحقوق العباد وما الى ذلك وحقوق الله. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني بعبارة بسيطة يقولوا ايه، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. يعني ايه؟ هذا الانسان الذي كثرت ديونه وازدادت عليه ولا يستطيع الوفاء بها ولا يستطيع سدادها ونحو ذلك. وهنا بننبه لأمر أن الإنسان لا يلجأ إلى مسألة الدين ونحو ذلك. يعني في بعض الناس من عادتهم أنهم يلجؤون إلى الديون من أجل ترفيه أنفسهم، ومن أجل أنهم يعيشون عيشة معينة فلا يريد أن ينزل عنها، فيقترض من هنا ومن هناك. حتى في مسألة الاستدانة العلماء يقولوا لها ضوابط، مش انه انا مجرد انا مش عارف كذا، في شيء زائد عايز اغير التليفون فاروح اقترض مش عارف كذا بالزبط. من الاشياء الزائده حتى دي قالوا لها ضوابط، لا يلجا حتى لا يدخل في الشحاذه المحرمه ولو كانت عن طريق الدين ونحو ذلك. فينبغي ان ينتبه لهذا الامر. وغلبت الرجال لانه يكون مغلوبا مقهورا، بتلاقيه بيتوارى من الناس، خايف لحسن صاحب الدين يقابله، وتبدأ يعني تلاقيه بيهرب من الناس وينطوي وما إلى ذلك. ليه؟ لأنه لا يستطيع السدد، لا يستطيع أن يؤدي ما عليه، فبالتالي يلجأ إليه أنه يهرب من المشاكل ويهرب من مواجهة الناس وما إلى ذلك. تمام. فكرة أن المشاعر موجودة جوانا وربنا خلقها فطرة، وربنا قاله أنه هو أضحك وأبكى. ساعات كتير بنتعامل مع المشاعر بشكل غلط جدا يا شيخ أحمد، حتى مع الأطفال من صغرهم. نعم. يقولوا أنت راجل ما تعيطش، هو طفل. حتى في الرجال يتقال أنت مفروض ما تخافش، أنت مفروض ما تعيطش، مفروض دايما بنسقل على النفس البشرية أمور هي مش موجودة، إحنا اللي اخترعناها زي ما بنقول. زي فكرة برضو أن أنت المؤمن وما تحزنش، أنت خليك مؤمن، أنت بتعيط ليه دلوقتي أو حزين ليه؟ فكلها تركيبات بتعمل لنا لخبطة داخلية، مش بنبقى عارفين هو إيه الصح. فكون يعني العلماء قالوا لنا أن كل المشاعر دي وارد، أنها لازم تكون موجودة لأنها فطرة، لكن الدليل بتاعها أو الصح بتاعها أنها توصل للاتزان وهو الطمأنينة. الأنبياء حققوا أن هم حسوا بالمشاعر دي كلها اللي احنا بنحسها كبشر، لكن وصلوا للتوازن والطمأنينة مع الخوف، الطمأنينة مع الضعف، كل حاجة حسوها لكن مدعمة بالطمأنينة. خلينا ناخد أمثلة سيدنا يعقوب، وده من الأمثلة القوية جدا، لما ربنا قال وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. فكرة يقال أن 40 سنة سيدنا يعقوب اتعمى، فقد بصره، لكن ده ما تعارضش نبوته، ما تعارضتش مع بشريته. هو يعني زي ما حضرتك ذكرتي اول شيء، انه اشياء بنربي عليها الاولاد بعض المفاهيم اللي خلص الناس تعودوا عليها، حتى بعض الناس يفكروها من الدين وهي ليست من الدين، انه لا الراجل ما يعيطش. لا، الامر ليس هكذا، هي مشاعر. لذلك لما يعني مثلا نضرب مثالا اولا قبل ان ندخل الى سيدنا يعقوب عليه السلام، عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل واحد من الصحابة وكان من الأعراب، فوجده يقبل أحفاده ويداعبهم ويلاعبهم، فقال له ما هذا، أتقبلون صبيانكم؟ إنه افتكر إنه إزاي تعملوا كده، فقال له ما بك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، إنه من لا يرحم لا يرحم. ده أمر. الأمر الثاني لما مات ولده إبراهيم عليه السلام وبكت عيناه عليه الصلاة والسلام ونزلت الدموع من عينيه، فقالوا له وكأنهم يستغربون، حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال ولما؟ إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده الرحماء. إن العين لتدمع، هنا بقى الاتزان، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن على الفراق، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولكن مع كل هذا لا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لا نفرط في هذه المشاعر بحيث تخرجنا من التسليم والاستسلام والرضا بقضاء الله، تخرجنا إلى الاعتراض على الله عز وجل. نعم، إن بكينا
إن حزن القلب على الفراق ونحو ذلك، ولكن القلب مطمئن مسلم لله ولأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا كان سيدنا يعقوب عليه السلام. لو نظرنا إلى سيدنا يعقوب، حتى لو بصينا علماء النفس والتربية البشرية وما إلى ذلك، أخذوا أشياء كثيرة من قصة سيدنا يعقوب مع أبنائه ومع فقدانه ليوسف عليه السلام، ما يسمى بالذكاء العاطفي والوجداني والشخصية وما إلى والصبر وما إلى ذلك، فتلاقيهم يستدلون بأشياء كثيرة من قصة يعقوب عليه السلام. ولو شفنا سيدنا يعقوب بدأ الأمر بيه بالصبر، وزي ما بيقولوا لا ينفع حذر من قدر. أول شيء قال له إني أخاف، لأنه الله عز وجل أطلعه أن يوسف سيكون له شأن عظيم وسينفع أناسا كثيرين، لأن يعقوب كان نبيا وعلم أن يوسف سيكون نبيا بعد ذلك، وعلم أن إخوته سيكيدون له. وهنا أيضا ينبغي أن ينتبه أن إخوة يوسف غير بنيامين الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة لا تصح لهم النبوة، لأن هذا لا يليق بمقام الأنبياء اللي هو التدبير والعمل على القتل وما إلى ذلك. ثم فسيدنا يعقوب عمل الصبر، حبس النفس، كبت النفس وإرغامها على فعل شيء، الصبر. قال يا أسف على يوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بعدين اتخذ إجراء ثانيا، انتقل إلى مرحلة كتم الغيظ، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعدين انتقل إلى مرحلة التولي والإعراض عن أفعالهم، لأنهم تمادوا في بعض الأفعال بعد ذلك، فتولى عنهم وأعرض عنهم. بعد ذلك لما وهو كل ذلك عنده يقين في موعود الله تبارك وتعالى، هو يعلم أن يوسف عليه السلام أنه هم فعلوا قالوا عنه كذا وكذا، وأن ذلك غير صحيح، لأنه يعلم أن يوسف عليه السلام الله عز وجل الله أطلعه بالوحي أنه سيكون له شأن كبير وسينفع أناسا كثيرين بالدعوة إلى دين الإسلام العظيم، وما حصل في مصر في مسألة المجاعة التي حصلت وما إلى ذلك، وكان نفعه عظيما لهذه الأمم. ففي كل هذا سيدنا يعقوب كان باللي بيتحول من خطوة لخطوة، في كل المراحل. طيب خلينا نقول ان احنا مقياس الفرق ما بين الحزن تحت مركزية الله والحزن تحت مركزية هوى النفس، علشان يبقى حزن مطمئن، آية وجملة قالها سيدنا يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله. فكرة في فرق ما بين انا بشكي ربنا ولا بشكي لربنا. هنا بيقول ويه يعقوب لما اتخذ هذه الخطوات عليه السلام، الصبر بعدين الصبر وكظمه للغيظ وتولى عنهم وأعرض، فهنا بيكون إذن وصل إلى حالة، لو نظرنا الواحد مننا بيمر بهذه المراحل فيصل إلى حالة يحتاج إلى التنفيس. بالضبط، بيحتاج انه ينفس يخرج على اللي جواه، لذلك حتى استعمل لفظ إنما أشكو بثي، يعني دليل على البعثرة والتشتت وما إلى ذلك، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عز وجل. فهنا الإنسان يعلم أن له في كل أحواله لا بد وأن يعلم أن له خالقا مدبرا لكل ما يحصل في هذا الكون، وخالقا لكل ما يحصل في هذا الكون. ذلك ده اللي دايما بنقوله، أن الواحد مننا لا بد أن يكون عنده يقين ثابت في قلبه أنه مهما أصابه في حالة الفرح، لذلك النبي علمنا أن المؤمن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ليه؟ لأنه في الخير شاكر، في السراء شاكر، وفي الضراء صابر، مسلما أمره لله تبارك وتعالى. سبحان الله، لما نيجي نعدي على مشاعر كتيرة قوي نلاقي يعني احنا مش مفروض ان احنا نقاوم مشاعرنا، يعني احنا بنخليها متزنة لكن مش بنرفض وجودها. من المشاعر التانية اللي برضو بنقاومها جدا او رفضينها، مش فكرة كمان حتى بس بنقاومها، رفضين وجودها، مشاعر الخوف. حضرتك فرقت في الاول الفرق ما بين الخوف والجبن. نعم. سيدنا موسى يعني ذكر في الايات كذا مرة ذكر لفظ الخوف، وهنا آية من الآيات قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. هو بشر وخايف إن هو يتقتل. الفرق ما بين الخوف تحت مركزية الله والخوف المزموم. إحنا هنا بنقول سيدنا موسى عليه السلام أو
غيره من الأنبياء، هنا الإنسان ينبغي أن يكون بصيرا بنفسه، بيقولوا العلم بالذات، إنه أنا في بعض النواحي ينقصني بعض الأشياء، أخاف من بعض الأشياء، فينبغي أن أعمل على يعني اللي هو إن أنا أشتغل على إصلاح هذا الجانب، على تنمية هذا الجانب. فسيدنا موسى عليه السلام لما قال ذلك هو ليس معرضا عن تبليغ الرسالة، بل هو مسلم أمره لله، وفي كل الأحوال هو سيقوم بما أمره به الله تبارك وتعالى، ولكن خوفه من بعض الأمور هو يحتاج إلى يعني يعلم أن الله هو أن الله على كل شيء قدير، فهو يطلب من الله عز وجل ويذكر لربه بعض الأشياء التي يخاف منها أن تعوقه في طريق رسالته، أنه لو ذهب إليهم لقيل له أنت فعلت كذا أو قتلت، ما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام لما قتل الرجل بالخطأ ونحو ذلك، فيخاف من هذه النقطة. فالله عز وجل قوى عزائمه، حتى في آية أخرى لما ذكر لله عز وجل وقال رب اشرح لي واحلل عقدة من لساني، ينبغي أن يعلم أن سيدنا موسى عليه السلام لم يكن أردت ولا ألدغ ولا ألثغ، يعني ما بيبدلش حرف مكان حرف، لأنه لو كان كذلك كيف سيبين لقومه، إنما كانت له شيء بيقولوا ثقل في لسانه بسبب الجمرة التي تناولها، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري، إلى غير ذلك من الأمور المعينة التي تعينني على أداء هذه الرسالة. فالفكرة أن الخوف لما يكون مربوط بأن أنا ليا رسالة كبيرة أنا عايز أعملها، أنا زي مثلا اللي داخل حرب، أنا مش داخل مش عايز أموت، مش عشان أنا خايف عشان نفسي وعلى روحي وعلى الدنيا، لا أنا ممكن أبقى شهيد، لكن أنا بحافظ على حياتي عشان أنا ليا رسالة أأديها. نعم. لذلك احنا فرقنا في الأول ما بين الجبن وما بين الخوف الطبيعي. أيوة. الجبن اللي هو كأن يكون في المعركة، فأول ما يرى الأعداء وأول ما يرى القتال ونحو ذلك فيهرب، يخاف ويهرب، ده بيسمى جبن، يهرب، ومش بس يعني في هذه المرحلة، وقس على ذلك في أمور الحياة. دايما الناس طبيعتها أنه يقول لك ده جبان، ده ما بيقفش قدام المشاكل، ده بيهرب منها. أيوة. وواحد تاني اللي هو عنده الخوف الطبيعي، لذلك الأنبياء يستحيل عليهم الجبن، هذا مستحيل على الأنبياء لأنهم أشجع خلق الله، لكن الخوف الطبيعي الذي هو في فطرة الإنسان التي خلق الله عليها الإنسان، هذا أمر طبيعي، كأن يخاف من الحية مثلا بينأز منها أو يخاف منها ونحو ذلك، أو خاف أن يكون رد فعل قومه آل فرعون أن إذا ذهب إليهم أن يطالبوه بما كان لهم، يعني ما حصل قبل ذلك لما قتل أي أذية بصفة عامة، ده خوف طبيعي، خوف طبيعي. وهذا الخوف الطبيعي قد الإنسان يتغلب عليه ببعض الأشياء، يعني تلاقيه يقوي نفسه، يقوي من عزيمة نفسه اللي هو لا أنا أقدر، أنا أستطيع، أنا كذا، أبدأ اللي هو يعمل على نفسه لتقوية هذا الجانب وليس إضعافي ونحو ذلك. وفي الذكر اللي بنتكلم عنه النهاردة سبحان الله ما فيهوش استعاذة من الخوف، هو استعاذة من الجبن. نعم. فهي سبحان الله كل كلمة فيها دقة جدا، وبتخاطب مشاعر قوية فينا كأنها شاملة لأهم المشاعر اللي ممكن تواجهنا ونتحصن بيها. الفكرة ان لما نيجي نقول ايه الحكمة من المشاعر واختلافها، يعني ربنا يعني ما خلقش شيء الا لسبب، فكرة ان الانسان يبقى عنده القدرة يحب يخاف يغضب يزعل، كل دي قدرات مختلفة، قالوا الحكمة من الاختلاف المشاعر التعرف على الله وأسماءه وصفاته بصور مختلفة. إزاي نربط الرابطة دي يا شيخ أحمد؟ هو الله عز وجل خلق الله عز وجل للمتضادات دليل كمال على قدرة الله، بمعنى خلق الله للمتضادات، إنه أضحك وأبكى، أمات وأحيا، الصحة والمرض. أيوة. الفرح والسرور والحزن والبكاء، وما كل دي متضادات، دايما يقولوا ايه الانسان اما ساكن واما متحرك، الشمس اما طالعة او غير طالعة الى غير ذلك، فبيقولوا خلق الله للمتضادات، الشيء وعكسه، الشيء ونقيده، هذا دليل على كمال قدرة الله، ودليل على ان الله هو الفعال الحقيقي في هذا الكون سبحانه وتعالى. فالواحد مننا في كل احواله، وده اللي كنا بنتكلم عليه من شوي، الاتزان،
يجي مثلا في الغضب. طب نشوف مثلا السيدة عائشة تقول لنا إيه؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب ولكن تقيد لنفسه قط، لكن كان بيغضب، يغضب إذا انتهكت محارم الله، فيكون غضبه ليس انتقاما لنفسه. هنا بقى الفارق، ليس انتقاما للنفس والهوى، إنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله، فيكون غضبه لله عز وجل، لأن الله عصي، لأن الله عز وجل لم يقم بأمره كما يريد. المعنى ده يا شيخ أحمد يوزن لنا الدنيا كلها. لما تبقى حزنك علشان الأساس ربنا، فرحك علشان ربنا، غضبك عشان كده. سيدنا موسى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان، أسفة، مش غضبان لنفسه إن اتعملت فيه هو حاجة، هو علشان انتهاك محارم الله. نعم، لأنهم عبدوا غير الله. فهنا سيدنا موسى غضب، وغضب غضبا شديدا، إنه لماذا غضبت، حتى عاتب أخاه سيدنا هارون عليه السلام يعني، وصار يبين له سيدنا هارون يقول له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، حتى إلقاء سيدنا موسى للألواح يعني التي كانت معه من التوراة. هنا ينبغي أن ينتبه، لما سيدنا موسى عليه السلام ألقى الألواح ليس بطريقة فيها استخفاف واستهزاء، عشان بتتفهم كده، عشان بعض الناس فكروا أنه خد البتاع وراح رميه، لا، إنما ألقاها بطريقة يعني بدل ما يحطها كده اللي هو راح زي ما بيقولوا حطها قدامه مثلا شوي، اللي هو طريقه فيها القاء، لكن ليست فيها انفعال بسيط، اللي هي مجاراه للموقف الذي هو فيه، لكن الطريقه ليست فيها استخفاف ولا استهزاء بكتاب الله، لانه التوراه هي كتاب الله عز وجل. بالظبط طبعا، وهو نبي. فهي نعم. الفكره احنا ساعات بنستغرب ان احنا انفعالاتنا الطبيعيه، يعني مثلا فجاه يحصل لك موقف تتكلم بحده او تعلي صوتك، ما هو ربنا اللي خلق الصوت بيعلى وبيوطى وفي طبقات مختلفه. لذلك يقولوا ايه، الشده في وقتها تنفع واللين في وقته ينفع، والنبي يقول لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر، انما بين ذاك وذاك. التوازن هو ده مفتاح كل حاجة يا شيخ أحمد. الفكرة إن إحنا إزاي نقدر نوصل للتوازن ده ونحقق الطمأنينة، ونعرف هنا أنا بغضب لنفسي ولا بغضب لربنا، لأن دي محتاجة مجاهدة ومقاومة. أكيد. أنا ممكن حد يجي يقول لي كلمة وحشة، طب أنا هزعل أكيد وهغضب، فهيقول لك يعني أنا مش هنفعل لنفسي ولا أنا كده فيها شرك خفي مع ربنا. هندخل في تفاصيل. قالوا اللي يظبط الكلام ده كله إن أنت تبقى موصول بالله بالذكر، وبتستعين بالذكر، وفي يقين إن ربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كل المعاني دي بتنور بصيرتك، تعرف تتصرف ازاي في الموقف. خلينا نقول ايه هي ثمرات ذكر اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل لاخر الموضوع. ايه ثمرات الذكر ده لو قررناك؟ اذا علم الانسان منا ان الله عز وجل هو خالق كل شيء، خالق للخير وخالق للشر، وانه ما من حركة ولا سكون الا باذن الله تكون، وان الانسان يعني وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون راسخة في قلب الإنسان المسلم، في قلب الإنسان المؤمن، أن تكون هذه العقيدة راسخة في قلبه. فإذا رسخت هذه العقيدة وسلم أمره لله في كل الأحوال، يعمل بعد كده بتلاقيه عمل إيه؟ بيبدأ يعالج بقى، بيبدأ يشتغل. فلا، في موقف هنا محتاج أضبط فيه شوي، هنا محتاج، وكل ده ينبغي أن يكون في كل أمره في أوله ومنتهاه أن يكون مستعينا بالله عز وجل، فيتوجد اليقين. فإذا استعان بالله وتوجد هذا اليقين في القلب، فعند ذلك لا يبالي بأمر نفسه، إنما زي ما قلنا. وهنا هنقول إنه العلم والذكر بيزبطوا الأمر، هم اللي بيوصلوا للطمأنينة بتاعت كل شعور، يكون قلبه مطمئن. إذا واحد في قلبه كده إنه يعني كل يوم لما بيقول الصبح اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، بقولها الصبح وآخر النهار، محصن نفسي قلبي أنه لا يكون إلا ما شاء الله ولا يكون إلا ما قدر الله، فما بتلاقيهوش على أتفه الأسباب بينفعل ويشيل الهموم ويمشي حزين، مع الوقت بيحصل إحلال وتبديل. نعم. وبتتوجد الطمأنينة. نعم. وسبحان الله، قانون ربنا قاله، الراحة والسكينة، سبحان الله. بالضبط، ونجيناه من الغم، مش بس لسيدنا يونس، ربنا كمل وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ أحمد ويجزيك عنا كل خير يا رب. شكرا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، وشوفكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله.